نعم اسمه الصفة خوي الاسم مغامر نعم وسمية رشيد جيت عندنا قلت بغيتي توصل واحد الرسالة بشكل مباشر للسيد العمدة ديال مجلس فاس ما هي الرسالة اللي بغيت توصل أولا نعم وكل قبل كل شيء قبل لإسم جلالة الملك وكنتمنوا له الشفاء العاجل وحنا هذه المصلحة بغينا نقدموها لهذا السيد العمدة لأجل الشفاء لذاك الملك نعم. قلنا حنا ما عندنا لاش ندخلوا هاد الناس في صراعات حنا ما محتاجين الصراعات حنا هذه بلادنا وهذا وطننا واش هاد الناس مسؤولين إلا جلسوا معنا الأرض وحلينا المشكل ديال عشرة ديال الدقائق السيد أسيدي رئيس المصلحة رئيس الجماعة راه حنا ماشي ناس عدائيين راه حنا باغيين نساعدكم في هاد المحنة اللي كتعيشوا بها نتوما وفي هاد الظروف اللي كتعيشوا فيها نتوما حنا راه حنا مدين لكم يدينا باش نحلوا المشكل ديالنا بيننا وبين الناس لمصالح الجماعة حنا راه حنا ما نقصنا فتنا في هاد الدنيا وما باغينش فتنا الوطن ديالنا وما باغينهاش الاولاد ديالنا ما باغينش فتنا النساء ديالنا الاطفال ديالنا حنا راه حنا بغينا نتعاونوا مع هاد الناس وكنطلبوا منهم يحاورونا 10 دقائق راه الحل كله هاد 10 دقائق هما اللي عاصيين وما بغاوش يعطيوها لنا ويوريونا وجه مسؤول فيهم 10 دقائق راه الحل راه ما غيحلولهم صحاب السيلويات داخل الادارات راه الحل غنحلوا لهم حنا الاميين حنا اللي غنساعدوا معاهم وحنا دايرين بحساب هاد الناس هادو وما كنت ما كنلبسوهمش التهمه وما كنحملوهمش المسؤوليه حنا بالعكس حنا كنمدوا لهم يدينا عارفينهم داخلين على ملفات هما ما عندهمش استطاعه ولا القانة ولا الضمير باش يقراوهم وما غيعرفوش يقراوهم حنا تنعذروهم حنا الاعذر نوجدوها لهم حنا بغينا مسؤول يجلس 10 ديال الدقائق شي هاد الطلبات ديال هاد الناس الزملاء ديالي اللي في السوق راهم غير هما اللي جايينهم صعاب راه كانت ساعة المكانة ومن مور الساعة ولات نهار ومن مور النهار ولات خمس أيام ومن مور الخمس أيام ولات هي 53 ولا 54 راهم مستخسرين في راسهم هما الناس ديال الجماعة 10 ديال الدقائق ديال الحوار وغينقدوا المجلس ديالهم وغينقدوا الجماعة وغينقدوا البيع شراي وراه كلشي عنده الحل راه حتى حاجة ما يقولوش هاد الناس مصعبين علينا في هاد الشروط راه غتوفق بإذن الله وراها سهلة وما راهي كتبان لهم قد الجبال ديال مدينة فاس راها قد الشعرة د العجينة صح نعم حنا راه حنا ما باغينش نغرقوا هاد البلاد واش انا خرقت مدينة فاس وغرضا بمدينة فاس نشوفها تتغرق ومسؤول واقف عليها مرتابك ماشي خيفان ولاني مرتابك ما عارف ما يدير واش حنا الا مدينا له يدينا وعاوننا هاد الناس ديال الجماعة وتعاوننا بيناتنا على هاد البلاد هادي وكنا خدامين هاد البلاد وكنا ولاد هاد الوطن فين العيب غادي يكون انا تنواعد سيد رئيس الجماعه ابسط موظف عنده 10 ديال الدقائق ديال الحوار نحطروا اقتراحاتنا ونتشاوروا معاهم الا ما عجبهمش اقتراحاتنا ديالنا وما لقاوش الحل غيعرفونا بان حنا ناس الضمير ديالنا مشدود هاد الناس ما بغاوش يتحاوروا معانا ما بغاوش يجيو يشوفونا حنا قلنا له غير ابسط موظف في الجماعه يوصل الرساله ما كاينش حتى تطبيق الجماعه يتحاور معانا يجي يوصل الرساله نعم حنا راه حنا ماشي ناس الفوضى كما واصفين نعم كلمه حنا رانا ماشي ناس ديال الاغلاط وديال الفساد وديال السب وديال الشتم حنا مسؤول راه فوق راسنا وعينينا من الفوق حنا انسان اللي غيقدر المصالح ديالنا والمصالح ديال الناس ديال الجماعه راه فوق راسنا من الفوق حنا كنوعدوا هاد الناس اي مسؤول شافوا غادي يتحاور معنا وراهم غيوصلوا النتيجه باذن الله تعالى الكريم ما يبخلوش علينا بالحوار حنا ما طالبين شي هاد الناس داير هاد 55 اقسم بالله العلي العظيم ما كنت يطلب الوقت الى 10 ديال الدقائق دازت 5 ايام وداك الشاحنه واقفه بوحديتها انا ما كنلومش راسي وما كنلومش داك الشاحنه وما كنلومش رئيس الجماعه ولا نائب الجماعه ولان هاد الاغلاط تالين فوقاش غنفكوا هاد الاغلاط انتما جالسين في المكتب وهي اموال بايضه كتضيع انا كتضيع لي من حق بوليسي مخزني وانا تحيه الناس الحمايه كلهم حنا ما بغيناش احتكاك لا مع مخزني ولا مع بوليسي ولا مع جدار مع دوك كلهم الناس كيديو الواجب ديالهم حنا بغينا ما بغينا احتكاك لا مع مسؤولين
حنا ناس طيبين، حنا محتاجين غير كلمة طيبة، وغير كلمة طيبة غير اجيبو سني منين ندور وجيب زق عليا وسير صاحبي يقضي المصالح ديال الجماعة. لاش حنا عيسيان نتوما ما باغينش تسمعونا وحنا عاصينكم؟ علاش علاش ما تقولش تسنتون؟ واش تسنتونا ما خرجتو بلا حل؟ ما لقيتوش الحل؟ راه هاد الارتباك ديالكم السيد رئيس الجماعة راه ماشي في مصلحتكم، راكم نتوما اللي بقوت الارتباك ديالنا حنا، كتجيو تفكوا هاد الرجل كتوحلوا هاد الرجل، حنا هاي الدينا كنمدوها لكم باش تفكوا رجليكم بجوج، باش هاد الوطن ما عندناش الغرض به بالاداء. عباد الله راه حنا ما عندناش الغرض بالاداء ديال ولادنا والشيوخ ديالنا والنساء ديالنا، راه حنا عندنا الغرض نتنموا ونميو صندوق الجماعه، هادي راه بلادنا. راه الا ما بتسعتش مسؤول انا تنوصلها له، راه الا ما مسؤول ما استطعش يجي يحل هاد المشكله، راه حنا كمواطنين في هاد البلاد هادي راه حنا نقوموا بالواجب. شكرا جزيلا السي رشيد. الله يجازيك. شكرا. الله يرحمك الوالدين. شكرا.